السلام عليكم بنات، اخباركم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. معكم نورا من قناه ديليستو نورا. الفيديو ديال اليوم هو سمين التركي الشهير، كيجي زوين بزاف، وتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا الوصفه والطريقه. وغادي نبداو على بركه الله. عندي 500 غرام ديال الفورس، كاس ديال الحليب ما يعادل 120 غرام، معلقه كبيره ديال السكر، معلقه ديال الخميره حبيبات، وعندي الملحه كتبقى على حسب الذوق. غادي ناخذ البنات العجانه ديالي، غادي ندير فيها داك العناصر كامله، الدقيق، كنزيد داك الخميره، السكر، الملحه، وغادي نزيد عليهم هذا كاس ديال الحليب. وغادي نخلط العناصر كامله، وغنبدا نزيد الماء بشويه بشويه حتى تجمع العجينه ديالي، وما نديرهاش ما تكونش البنات مرخوفه بزاف باش يجي زوين. هيا البنات كيف ما كتشوفوا راه كتبان كتلصق مع الحليب داكشي، ولكن يعني غادي تخدموها كتجمع. هانتوما كيف ما كتشوفوا غادي نديرها في واحد الاناء دابا، وغادي نغطيها هذاك الكيس البلاستيكي، وغادي نخليها حتى يتضاعف الحجم ديالها عاد باش غنخدمها. كما كتشوفوا البنات من بعد ما تضاعف الحجم ديالها غناخدها غادي نخدمها واحد شويه باش نخرج من هذوك الغازات اللي فيها. غادي ندير الشيشه ديال الدقيق، وغادي نقسمهم كويرات، غادي نبدا نخدمهم شويه كيف ما كتشوفوا. غادي نبقى على هاد الطريقة حتى غادي نكملهم كاملين، وغادي نخليهم يرتاحوا واحد 5 دقائق صافي. من بعد غنبدا نخدم فيهم كيف ما كتشوفوا. غادي دابا بحال غادي نضفرهم، غنبدا نلويهم على بعضياتهم كيف ما كتشوفوا. هما كيفاش كيجيو، ومن بعد غادي نجمعهم، غندور مزيان وغنجمعهم على هاد الطريقه. غادي ناخذ وحده اخرى البنات، غادي ندورها بحال هكا. نقدروا ناخذوا عجينه وحده كما درت كره وحده نخدموها كامله بالطول، لا كانت غتعذبنا ولا شي حاجه بحال كره واحده. انا كما الاولى وريتها لكم بحال هكاك، هذه قسمتها على جوج وعاد باش غادي نجمعها، وغادي حتى ندورهم على بعضياتهم كيف ما كتشوفوا. ونجمعهم مزيان باش نلصقهم مع بعضياتهم باش ما يتحلوش لينا.
كيف ما درتيهم كيف ما قلت لكم البنات. غادي نبقى على هذه الطريقه حتى غادي نساليهم كاملين. راه مصعبينش في الخدمه ديالهم وكيتصوبوا في ساعه. غادي نديرهم داك السيرو اللي كيديروا فيهم، كاين العسل الاسود مع الماء غادي نزيلوه. كيف ما كتشوفوا خديت نص كاس ديال العسل على حساب شحال دايره الكميه، نص كاس غنزيدو معاه نص كاس ديال الماء. وكيديروا يا اما هذا العسل الاسود ولا كيديروا داك دبس التمر غير متوفر. كناخذو دابا كنغطسو هذوك العجينه ديالنا في هذاك المحلول مزيان، ومن بعد كنحط نفندوها في زنجلان. هانتوما كيف ما كتشوفوا غطس مزيان حتى كتشرب، ومن بعد نحطوها فيه. كيجيو زوينين البنات بزاف، كيجيو مقرمشين من برا ورطبين من الداخل. هذا راه ما كاينش اللي مشى لتركيا وما يمكنش يمشي لتركيا وما يدقش هذا، هذا تقريبا هو مشهورين بهم الاتراك كيديروا في الفطور ديال الصباح. هما كما كتشوفوا غادي نبقى على هذه الطريقه كما وريتكم في الاول. نجمعها كيف ما كتشوفوا البنات. غادي نبقاو غادي نكملوهم، وغادي نكون مسخنه قبل الفران ديالي على درجه حراره تكون عاليه حتى نبغي ندخلهم، وعاد غنقص عليهم الفران. كيبقى كل واحد على حساب ديال الفران ديالو، انا كنشعل عليهم غنديرهم دابا في الفران ديال الغاز، كنشعل عليهم من الفوق ولتحت. راه كيطيبوا في ساعه وفي ساعه كيتحمروا. غير ما تغفلوش عليهم باش ما يتحرقوش. وهاو هما البنات كيف ما شفتو دابا راهم واجدين، غادي ندخلهم الفران. وهانتوما البنات هاهما مجدود دخل كيف ما كتشوفوا، راه كيجيو زوينين ولداد محمرين كيتقدموا في الفطور ديال الصباح، وتقدروا حتى للكوتي يجيو رائعين. هانتوما كما تشوفوا غنحيو معكم وحده، راهم كيجيو مقرمشين من برا ورطبين زوينين من الداخل. نتمنى تجربوهم البنات، ونتمنى يعجبكم الفيديو ديالي حتى هو، وتشاركوه مع الاصدقاء ديالكم. ويدخل عندي اول مره وعجبو الاطباق ديالي يشارك معايا في القناه ويفعل الجرس باش يوصلو كل ما هو جديد. وما تنساونيش البنات من تعليقات واللايكات ديالكم والبارطاج. خليتكم على خير والى فيديو قادم ان شاء الله.